يرتفع لهيب المعارك شمال دير الزور. دفعت القيادات الكردية في قصد بأسلحة ثقيلة إلى الجبهات، مدافع ودبابات تدعمها طائرات مسيرة، في مواجهة مقاتلي عشائر عربية بسطت سيطرتها على قرى وبلدات تشكل خط تماس مباشر مع الجيش السوري، في وقت سجل فيه انشقاق العشرات من أبناء العشائر عن قصد استجابة لمطالب شيوخ العشائر ووجهائها. نعلن انشقاقنا عن قصد وانضمامنا إلى مقاتلين العشائر. نوجه رسالة إلى كل عسكري من الشياطات ومن العقادات مع قصد اللي اقنعوه أنه هم جاعد يقاتلون بخلايا، لا أنت جاعد تقاتل بأهلك. تصريحات ومطالب القادة المعتقلين في سجون قصد وإصرار الأخيرة على اتهام أبناء العشائر بالإرهاب وأنهم خلايا داعش وعملاء، عوامل شكلت استفزازا زاد البيانات الصادرة عن شيوخ ووجهاء العشائر العربية معلنين النفير العام. نطالب من أبناء الرقة من يعمل لصالح الميليشيات الكردية أن ينشق عنهم ولا تكون أداة وضحية بين هذه الميليشيات. انشقاقات بالعشرات بين أبناء العشائر دفعت قوات سوريا الديمقراطية إلى نشر مسلحيها من الكرد على خطوط المواجهة في مشهد قد يشعل لهيب نار عربية كردية. ما يجري في الجزيرة من صراع ما بين العشائر العربية وقصد هو أمر طبيعي بسبب الحساسيات التاريخية السابقة من قبل، بالإضافة للدور الأمريكي وبقية الأدوار الإقليمية والدولية في الصراع الذي يجري الآن. احتدام الصراع في ظل إرادة دولية لا تخفي رغبتها في تشديده، دخلت على خطه فصائل مسلحة تابعة لتركيا محاولة التقدم على جبهة منبج بلباس العشائر في محاولة لقلب موازين القوى في أرياف حلب بما يخدم مصالحها. محاولة أنقرة للدخول على خط الصراع الدائري بين قسد والعشائر العربية في شمال دير الزور ينذر بتحويل دائرة الصراع من صراع محلي إلى صراع إقليمي دولي تحاول من خلاله تركيا تحقيق مصالحها في الشمال السوري. رضا الباشا، حلب، الميادين.